في بعض الأطفال طبعا ممكن يصابوا بنوع أنواع متكررة من أدوار البرد، وده بيؤدي إلى كحة مستمرة. أول حاجة طبعا الطفل ده يجب أن يعرض على الطبيب المتخصص، نشوف إذا كان الإصابة دي إصابة فيروسية ولا عنده نوع من أنواع التحسس في الجيوب الأنفية أو في الأنف، أو في تكون إصابة موحدة ما بين الجيوب الأنفية وما بين حساسية على الصدر أو اللي احنا بنسميه الربو الشعبي. وده بيؤدي أولا إلى تشخيص مبكر للمرض، وصف العلاج بطريقة جيدة، وضع خطة علاجية منتظمة، اتباع عن طريق الأم أو الأب. وبالتالي بنقدر إن طالما شخصنا مبكر وضعنا خطة علاجية مظبوطة هنقدر نقي الطفل من الإصابة بمثل هذه الأمراض، إلى جانب طبعا إعطاء التطعيمات والطرق الوقائية وتوفير معيشة جيدة وبيئة جيدة في المنزل. ده هتجنب الأطفال الإصابة بمثل هذه الأدوار.